صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445 للهجرة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الأربعاء 12 من شهر ربيع الأول 1445 للهجرة الموافق 27 من شهر سبتمبر 2023.